ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون وقد كان إخوان القردة والخنازير يقولون في عام 67 في بيت المقدس عند المسجد الأقصى وما سموه بحائط المبكى يا لاثارات خيبر. أين خيبر؟ يقولون يا لاثارات خيبر، ويقولون في نشيد حركة كاخ كما هو معروف: موسى مات خلف زلمات، أي رجالا، محمد مات خلف بنات. أكذلك هو؟ أكذلك هو؟ أمة محمد؟ أمة محمد؟ أكذلك نبيكم؟ أكذلك نبيكم؟ خلف بنات؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ يرأبون صدع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرقها وتشرذمها، فلنعد إلى كتاب الله وسنة رسول الله.